أنا السجينة الاحتياطية المسماة بإيمان. عنوان قضيتي هو المشاركة في السرقة بالسلاح الأبيض ضد إنسان. موجودة بين قضبان رمادية اللون، موحشة الشكل وموصدة بإتقان. لا حول ولا قوة لي، أعاني من الأمران. فاقدة لأختي وأبي المدفونين في مقبرة الغفران، وابنتي التي تعاني من مر الحرمان. سجينة أنا أتمنى أن تطأ رجلي بر الأمان. حامدة شاكرة أنا لربي لأنني موجودة تحت إعادة الإدماج للهروب من الإجرام والإدمان. أبدا لن أترك الحاضر يفتش في خبايا ماضي الملوث بإتقان. وكل الشكر لكل مسؤول عن إعادة إدماجنا وتأهيلنا، وكل الشكر للملك العزيز والغالي محمد السادس الرؤوف والرحام والرحوم برعاياه السجناء. ما عندي السوابق، وأول مرة غندخل هنا مجرد غلطة أنني دخلت هنا. أصلا أنا ما كنتش نعيش هنا، تنعيش على برا. جيت على قبل الورث ديال اختي ودكشي. غلطة ديالي انني تعرفت على شي ناس ما كانوش اهل الثقه، ما كنش عارفاهم انهم داخلين في السرقه وداخلين في داكشي. صدقت انا في ديك الخليه ديال المجرمين. يعني انا نستاهل انني ندخل هنا، لقاش انا كليت من واحد فلوس ديال الحرام، شربت من شي فلوس الحرام، تكسيت من فلوس الحرام. يعني انا تنتسمى مشاركه. انا ما تنقولش ما خصنيش العقاب، خصني العقاب وخصني حتى انا باش غنتاهل مره اخرى، باش ما نبقاش نعاود هادشي اللي درت انا. هادي غلطه كبيره في حياتي، ما خصنيش انا ندخل في هاد لاج. ندخل وعندي بنت وعندي عائله وعندي داكشي، ما خصنيش ندخل للحبس. وانا الحمد لله دخلت لقينا المسؤولين اللي تيوقفوا على الرعايه ديالنا، وتيوقفوا على تيكونونا وتيأهلونا ومدخلينا السونتر، تيحلوا المشاكل ديالنا، باغيين يشوفونا مزيانين. وانا تنتمنى وتنصح اي وحده باش ما ديرش اغلاط، يا عفويه يا ماشي عفويه، تيكون عندها اليد فيهم باش ما تدخلش للسجن. هذه هي الامنيه ديالي الوحيده. انا المده ديالي عندي سنتين نافذه، بقى ما ديزناش في السيناف وداكشي. واني عندي سنتين، واللي معايا تحكموا عليهم 5 سنين ديال الحبس، دوس منها عام وشهرين وباقي ليا. يقدروا يزيدوني، يقدروا ينقصوا ليا، يقدروا يخلوني ثابته. ونتمنى اي واحد كيف ما كان ما يديرش اغلاط باش ما يدخلش. راه الا ما درتيش الاغلاط راه ما غتدخلش، حقاش ما كاينش واحد يديك تيجيبك تيدخلك للحبس. الاغلاط ديالك هي اللي تتجيبك لهذا المكان. الحمد لله كل ما لقيناش هاد الناس واقفين وصاهرين على الرعايه ديالنا، ما عرفناش كيفاش غنكون. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.